موضوع اتعاملت معاه ازاي بتاع عودة الجماهير؟ يعني كانت انتوا وصلتوا دلوقتي القرار، يعني يعتبر انجاز بالنسبة للواقع الحمد اللي لله كان ان موجود. شاء الله يكمل بنتكلم على في خير يعني. 5000، ان شاء الله يكمل على خير، في احتمال انه ما يكملش. لا لان لسه بادئ، فانا يعني اي عمل انساني يعني بتقول ان شاء الله يكمل على بالظبط. خير يعني. قد بالمشيئة، الإدارة بالمشيئة يعني. ان شاء الله. طيب ايه اللي كان مانع بالظبط؟ يعني انت عارف اسمعنا اسباب كتير. هو بص حضرتك يعني الحمد لله يعني اشتغلت الموضوع ده بنفسي كتير يعني. كنت مسؤول عن نادي من قبل ما تبقى قبل ما ابقى وزير، قبل ما تبقى وزير كنت مسؤول عن نادي في مصر بنعمل ده وبتدير الملف او بتدير اداره الجماهير للمباريات. واشتغلت في الامارات دوري المحترفين نجوم الاجانب، فكنت رئيس تنفيذي نادي كبير، واشتغلنا في المنظومه باحترافيه تامه، وانا الرئيس التنفيذي او يعني المدير التنفيذي بيسمى رئيس تنفيذي يعني. فبالتالي دخلت في الاداره الاحترافيه وانت اللي بتدير المنظومه من قبلك يعني وبتتمرن عليها. ورئيس هيئه استاد القاهره برضو بتدير منظومه الجماهير، وفتره كانت صعبه شويه. فبالتالي لما بيبقى قدامك لاين معين كده بتقول علشان امشي بالموضوع ده مين المسؤول ونعمل ايه وازاي. تمام. بالاضافه الى لازم اقول برضو يعني في الحقيقه يعني سياده الرئيس عنده حس عالي جدا، ويعني مهتم جدا بملف الشباب والرياضه والقضايا بتاعه الملف الشباب والرياضه والاهتمامات بيها. من ضمن هذه الاشياء ان ازاي يكون يعني اكيد الجماهير بتدرج، ونتاكد ان احنا في خطوه ومنطقه امنه، مساحه امنه عشان نطبق. فلما يبقى الرؤيه والتكليف ده اكيد هناخد الرؤيه دي والاكشن بلان، بيسموه الاكشن بلان، الاكشن بلان اللي هي خطه تنفيذيه تبدا تعمل خطه تحرك يعني. فبدات انا احط رؤيتي ان احنا بدانا الدوري، دورت على المشروع. يعني ايه المشروع؟ انت هتبدا الدوري المفروض قبلها بفتره يكون في مشروع بتقدمه، بتقول للانديه وللجماهير والامن وللمنظومه كلها انا هعمل 1 2 3 ونبدا نستعد لده. في الحقيقه يعني ما كانتش واضحه وبدانا الدوري، فبدانا الدوري خلاص انتهى يعني. قدامك اسبوع، قدامك شهر، قدامك وات ايفر يعني. فالاول زي ما كنت بتكلم الاتحاد الدولي والاتحاد المحلي، فالمسؤوليات موجوده على الاتحاد المحلي ان هو مسؤول عن كره القدم في مصر. وهو اللي بيحط اللوائح والنظم بتاعتها وقوانينها، وهو اللي مسؤول عن اداره الدوري او الكاس. فطبعا بدات اتخطب اتحاد الكوره المشروع، واحنا عندنا لازم نعمل تدرج بالتكليفات اللي عندنا بالرؤيه، ففين المشروع؟ فاتحاد الكوره كان لازم يتحرك معانا، وبدا يتحرك معانا الحقيقه يعني. الانديه هي مش المحك بتاعي المباشر. الانديه دي المحك المباشر خاص باتحاد الكوره. فطبعا بدانا ان احنا نتكلم وان احنا ازاي ندخل بعدد متدرج منصوص عليه. وكانت الرؤيه الاول نبدا الاول ادام يعني مفيش مشروع ان احنا نجهز نفسنا بطلبه الجامعات والجيش والشرطه، ونتاكد من ادارتنا للملف معاهم والشكل يبقى كويس باعداد، وبعد كده ندخل لمرحله تانية. في الحقيقه تداولت مع اتحاد الكوره وعملنا اجتماع قوي جدا في وزاره الشباب والرياضه، وحضروا كل رؤساء الانديه بمنتهى الاحترام اللي بشكرهم جدا جدا جدا. وبدانا نتداول الاراء في ظل التكليفات اللي احنا عايزين نعملها، في ظل التاكد ان الخطوه نعملها متدرجه وتكون جيده علشان الخطوه الجيده تطلع. وفي نفس الوقت احنا اتكلمنا في توعيه الجماهير، انتجنا اعلان وفيلم وبعض الوسائل، وبننتج واحد تاني، بحيث انت كمان يا جمهور اذا ما كنتش عايز تدخل المدرج خلاص مش هتدخل. وعايز تدخل المدرج يبقى لازم تلتزم بهذه الضوابط. انت كمان عليك دور يعني. بالظبط. هندخل تاني ونعمل مشاغب، مش شغب، مشاغب دي يعني مستمره يعني فيربنج يعني. فبالتالي مش هي خلاص. فاحنا انتجنا اعلام كوزاره شباب والرياضه ونزل، وبننتج اعلان تاني، وهيبقى في وسائل دعائيه اخرى. يبقى ده جانب اللي علينا الاصيل. كان في حد معارض في الخوف؟ لا، في اراء وليس معارض. في اراء وليس يعني جت اراء يعني كويسه في جدا. كان في تحفظات. اراء يعني كله عايز يحل. الاراء يعني ايه؟ طب تخوفات، بلاش تحفظات. اراء، من انا عندي الكلمه بتاعتي. اراء يعني ايه؟ طب نحل ازاي؟ مش داخلين ومش لاعبين.
في فرق ما بين بالظبط بالظبط. ليه؟ لان خلاص انا بتدخل كجهه حكوميه وفي منطقه انا وزير الشباب والرياضه، احنا الدوله، احنا الحكومه، وانتوا كمان جزء مننا يعني. مفيش. طب وانت بتعمل القرار وعارف انه هيتنفذ، انت عندك ضمانات، ضمانات لنجاحه. الضمانات، الضمانات يعني هي سجل التجربه تمشي ونشوف هتحصل ايه. لا 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 لا، اللي هي المشروع. انا قلت لحضرتك من البدايه فين المشروع، المشروع ده هو هنعمل ايه. فالضمانات ازاي نحط طريقه تفكير وننفذها، هي دي كلمه ضمانه. والتنفيذ على مين؟ اتحاد الكره ينفذها. لان مين يمتلك السلطه؟ اتحاد الكره. اتحاد الكره هو اتحاد الكره ليتر بقى، هيعمل لجنه، هيعمل رابطه، هو هيدير. بس في الاخر احنا بنتكلم على موضوع اسمه ازاي ندخل الجماهير. وموضوع الكره المصريه بالجماهير، يعني انت عارف حضرتك يعني مهمه جدا. بالظبط. لا هو مفيش كوره، مفيش كوره من غير جماهير. او الموضوع حاجه يعني خضار سوتيه. طيب. او الموضوع كان سهل جدا، ارجع كما كنت. انت الدوري بدا، بعت جواب للجهات الامنيه، الجهات الامنيه ما عندهاش مشروع معين، قالت لك يبقى الوضع كما هو عليه. فاحنا بادئين من نقطه ان الدوري بدا ومفيش جماهير. فعايزين نفضل في ده قوي، احنا ان بيس. بالظبط. جميل. سلام. جميل. وانت موجود، بس ده مصادر دخل انت بتمنع نفسك منها. كمان متعه ذاتيه للشعب وللناس مش موجوده عندك وعند اللاعبين، تحفيز حتى مستوى اللاعب بيختلف يعني. ففي الحقيقه الاراء اللي جت من اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء الرؤساء الانديه المحترمين اللي كانوا موجودين، قالوا احنا طيب نزود الكميه تكون من، نبدا بيها من الاعضاء العاملين او الرياضيين للنادي. والاعداد اللي موجوده ديت اكيد هيبقى فان اي دي او طريقه امام الاسامي ديت، ويبدا عليها نشتغل. فاتفقنا بتوصيه او طلع بتوصيه ان احنا 1500 دول بيكون يعني علشان يعني الجزء اللي احنا بنقول بادئين بيه، وازاي يبقى في ممارسه تطبيق ان في 1500 هيدخلوا من الجامعات وبتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، وفي تم الاقتراح يعني 3000 من قبل النادي اللي بينظم المباراه، صاحب الارض يعني. بتنسيق فيها يعني ازاي، والفان اي دي اللي هي برضو براكتس يعني ممارسه ازاي تدخل، و500 للفريق الضيف. اذا وصلنا ل 5000. وازاي تتحط طريقه تنظيم واي سادات هتكون وازاي تعمل. اكيد قعدنا في التنفيذ دوت، وبعدنا او اشتغلنا على الجهات الامنيه، وانا كمان استعرضته على مجلس الوزراء ما تم. مجلس الوزراء يعني طلبت الاحاطه بيه وطلع بيانه. فكمان يمكن لما طلعنا بيان بعد الاجتماع كان في عدم ثقه من الجماهير. ما هو كل شويه بتقعدوا ناس مش مصدقه يعني. انا بتكلم على ارض الواقع شويه.